وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور مازن شندب. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الأجواء هادئة في الانتخابات اللبنانية ونسبة الإقبال وصلت إلى 10%، كيف تقرؤون هذه النسبة؟ لا، يبدو واضحا أن لهذه الانتخابات في لبنان لون آخر وتحديات كبيرة جدا. يعني يمكن أن نقول أنها بحوالي 70 أو 80% منها هي معركة بين مشروع فارسي إن صح التعبير ومشروع عربي يريد أن يقف بوجه هذا المشروع. حالة الاستقطاب في الشارع اللبناني بغالبيته أو بسواده الأعظم تتشكل ضمن هذا الإطار، مع بعض الأسباب المختلفة المرتبطة بالأحزاب وبالتنافس خاصة داخل الشارع المسيحي، لكن في إطار العلاقة بين حزب الله وبين دولة الرئيس سعد الحريري يمكن القول أنها معركة فارسية بوجه معركة عربية إن صح التعبير. يعني هل تتوقعون أن تزداد هذه النسبة في الساعات المقبلة؟ يعني هل هنالك توقعات لزيادة النسبة، وكيف تتوقعون نهاية هذا العرس الانتخابي كما وصف يعني سعد الحريري؟ إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها، كان القول أن النسبة مرتفعة جدا في المناطق الشيعية وفي المناطق المسيحية، أما في المناطق السنية فهي لم تزل نسبة متدنية في واقع الأمر. وأعتقد أن الرئيس الحريري يعرف أسباب ذلك، هي أسباب مرتبطة بفشل تيار المستقبل وبغوغائية تيار المستقبل، مع أن الشارع السني ينظر إلى التمييز بين تيار المستقبل وبين شخصية دولة الرئيس سعد الحريري. كل الشارع السني يلهث ويحب سعد الحريري، لكن نواب المستقبل هم أكثر من شكلوا ضررا بالطائفة السنية وبسمعة الرئيس رفيق الحريري ومن ثم الرئيس سعد الحريري. أعتقد أن تحمل المسؤولية من جانب شريحة واسعة إن صح التعبير من السنة ستدفعهم، وأعتقد أنها يعني أنا الآن أمام ما قلم اقتراع في طرابلس، هناك المئات يأتون دفعة واحدة. طيب، إلى أحد صناديق الاقتراع. أعتقد ستتغير النسبة بعد الغداء وبعد الظهر. طيب دكتور، اليوم اللبنانيون والحكومة وهذه الانتخابات تدشن قانون انتخابي جديد وهو قانون اللوائح المغلقة، كيف ترون هذا القانون وتقيمونه؟ في الحقيقة يعني هذا القانون في بلد، أولا هذا القانون هو من صنع الطبقة السياسية في لبنان، وبالتالي أضعف القانون التي يناصر مصالحها وعلى رأسها التيار الوطني الحر وحزب في المقام الأول ومن ثم موافقة الرئيس سعد الحريري. هذا القانون لا يمكن تطبيقه في لبنان لأن لبنان بلد طائفي يعيش على التوافقية السياسية، وبالتالي الانتخاب في بعده الأكبر يعني حوالي 80% من حالة الانتخابية في لبنان حالة مذهبية، في حين أن القانون الانتخابي لا يعكس هذه الحقيقة في الشارع. لذلك أعتقد أنها المرة الأخيرة ربما يعتمد هذا القانون الانتخابي. هل تتوقعون أن يمكن أن يحقق الناخب اللبناني اليوم خلال هذه الانتخابات أي تغيير يطمح له؟ علينا أن نعرف بداية عن أي ناخب لبناني نتحدث. إذا كنا نتحدث عن ناخب المرتبط بالثنائية الشعبية فهو رغم هناك بعض المعارك الشرسة ربما في منطقة بعلبك الهرمل، السؤال هنا وهو معقل حزب الله في هذه المنطقة من لبنان، السؤال الكبير هل سينهزم حزب الله في عقر داره أم سيعود وينجح بالعشر مقاعد؟ هذا سؤال كبير. الأوساط تتحدث طيب عن طيب حرق بحوالي ثلث المقاعد في هذه الدائرة، وبالتالي سيكون ذلك. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور مازن شندب، نعتذر عن الخطأ الذي حصل في بداية الاتصال وشكرا جزيلا لك ونعتذر لضيق الوقت.